كان يجي باب الزكاة والصلاة والصيام كذا ساوس تبقى أمر معروف نعم منكر عن طحن أجي من هنا كذا أنا ضعص تقول لك أنا ضعص فأنت في هذيك المحرم تلقيتي مع صاحبك لا يغادرون العلماء فيه ما تدخلوش وما يحفظش في الدار راح تأمل مزيان علاش؟ أنت غادي يجي منكر وقلت صافك هنا ما تقول ليه أنت اللي بقيتي معايا تحضير الثاني الثالث الرابع والسيم على الدار والله 13 أسبوع ويطلع وجميع انواع الحياه غيرنا قبل كنت تدعى دخول البيت فنقول بسم الله بسم الله واحد الله يوفقك ويطلع ويدخل ويعزز الزاويه اللي ما تدفعش مويه للدار وهي اخر كلمه تفضل واحد الكلمه تقول السيد الله عند البركه كذا الكلمات جميعا تجي جايه من اسفل القلب وقع حب الكلام الله تعالى اذا احب عبده ينادي جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه وينادي جبريل اهل السلام يا أهل السلام إن الله أحب فلان فأحبون فأحبون تفيد التعجيل بالأرض تنزل الملائكة وتضع له القربون في الأرض كي شنو تدخل كي نحب في الله وكي نقوم في الله شي ما تتحملوش بزاف وتتمروا في الله جائز لك شرعا تقول لي أنا نقول واحد كلمة زوية وأخرى تنبرد كلمة زوية ولا إنسان تعرف على ركين الأثر ديالك ركين الضوء في الله مش عارف راسه فين حاط رجليه ما تعطيش تحت الدراسة كاين المسائل ديالك تدخل في النطاق ديالك قررات الجوارح ديالك انك السين ما عندكش معاه وصافي والله تضيم الموضوع تيخص طاقة اخويا بزاف طيب لهذيك انا بقيت في الحلقة اما بزاف لما طلع عن ديري وكذا ما يمكنش تدخل في الدار شوف انا ندخل على المهم على الناس اللي يفيدونا في العربية الناس اللي غادي يبنى بزاف من اللي يفيدونا اذا هذا الانسان هذا الانسان اللي تنشوفه لاول مرة تحبه في الله وهو واحد الانسان تنشوفه صافي مباشرة تيوقع شي حاجة ما قدرتش شنو؟ اللي كاين في هذاك الهالة ذاك الحديد اللي ضار واللي ما شفتيش انت حديد الهالة الهالة ديالك غير الطفل الصغير ما تتلعب معاه قبل ما استطعت تولي تتلعب معاه تلعب معاه تلعب معاه واحد الوقيتة واللي كيزيد فيه بزاف ولا كذا بداك يوصل ذاك الغرب ديالو كذا بداك يطور الهالة ديالك بلا ما تتشعر جاب وحشة وكذا زين صافي البلاد ولا بلاد صافي هذا ديال تبرطات ما مفهوم الأمر إذا كما قلنا الشخص المحبوب دون أن نكون كثيرا ما نقول أن الشخص المحبوب يعني بلا ما نكون كنعرفو راه دخل القلب ديالي دخل الجوارح ابن القيم رحمه الله عليه تيقول واحد الحقيقة جميلة جدا تيقول لك إبليس اللعن يقول الشياطين جنود الشياطين ودخلوا على القلب حيث قضية إبليس يوميا بغي أتاكي لك القلب ديالك يعني. أنت الجسم شو تسال على القلب فخص يدخل القلب كي غير يزيدوا يقول دخلوا إلى كاين أبواب شرح ابن القيم مزيان رحمه الله عليه يشرح شو يقول كيدخلوا دخلوا على القلب ستجدونه واش كيوصفوا باش أنت تفهم ستجدونه جالس على كرسيه ممتد على عرشه في وصف الملك القلب والملك وتعاون مع النفس الخبيثة إن ملكتم النفس ملكتم القلب اسألوا النفس ما يحب القلب كان يحب الخمر وخشوا على باب الخمر دخلوا كذا طيب بالجوارح نتلقت المعاصي وبالجوارح نتلقت هذه الحسنات لما فعل الحسنة مش كثيرة بيدك اللي بدي غدا تصدق غدا بيدي لك تضربني واحد بيتين اللي بغا تهز الكاس ديال الماء هي بغا تهز الشراب اذا انت عارف الحركه ديالك الحركه ديالك راه خاص ديرو 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 وعند المحطه في يديك تقاوم هو ما يقاومنيش شوف يقاوم المقاومه طبيعيه ديالو في المسيره ديالو هو بين 12 حيت الافراد المسكين ديالو دارو ها ولز غنقولو ولينا تكون نشوف فينا في الفيديو دونك هنا قاوم انا دابا ندير السوق فانا قاوم اكثر قاوم الباطن ديال اليد اليمنى تمثل القطب الموجب
والبطن ديال اليد اليسرى تيمثل القبض الثاني. عاود قاوم مزيان عقلوا على البطن غادي نحطها في الصبيعه ديالي تحفظها. طب باد فورس ما كايناش والله ما كاينه مطلوب حتى